كل هالجمعة من ماضي ساعة حتى المطلتة مع الدكتور عصام محجوب. مرحبا بمستمعي كنوز اف ام، مرحبا بكل ما يهمه الصحة في بلادنا. سيت اون بروميير، أول مرة وأول حصة لي في الصحة. إن شاء الله مش تكون موعدنا موعد أسبوعي، كل نهار جمعة من الماضي ساعة الماضي ثلاثة، فيه كل ما يخص الصحة في تونس في العالم، آخر المستجدات، تغطيات ميدانية، استضافات، مداخلات، نجاوبوا على تساؤلاتكم، نتفاعلوا معاكم، نكونوا قراب للمستمع متاعنا، نحاولوا أونسيغ معناها المستمعين متاعنا بكل ما هو يهم الصحة في معناها في بلادنا. دونك هذا البرنامج صحة ليك، إن شاء الله اليوم مش يكونوا عندنا ضيوف، إن شاء الله زادة مش نعطيكم آخر الأخبار في العالم وفي في تونس، مش نحكيوا مع ضيف إن شاء الله الدكتورة دونك زهور الحطاب، مختصة في الأمراض الجرثومية والأمراض الباطنية، مش كون ضيفتنا في الساعة الأولى. كيف كيف شكون عندنا مداخلة هاتفية من الدكتور سهيل سلامة، كيف كيف زادة مش داخل معنا الأستاذ شكري حمودة، مدير عام الرعاية والصحة الأساسية بوزارة الصحة. تعرفوا الأكتواليتي اليوم مالوريزمون في بلادنا وفي العالم هي الكورونا فيروس، دونك احنا مش نحلوا الموضوع هذايا ولا السوجي هذايا، مش نسألوا أهل الاختصاص ونحاولوا نبسطوا اللطف علينا هالمرض هذايا ولا الآفة هذايا، معناها ونبسطوها ونقدموها للمستمعين متاعنا بما فيه معناها المصلحة متاعنا الكل. إن شاء الله ربي وفقنا، ربي معنا، وإن شاء الله هذه البداية ومزال مزال.